اخذ فقره ثانيه. طيب من مزايين الكتب الى برواز. برواز اليوم معنا فيديو يعني انتشر البارحه بشكل كبير جدا للاعب لاعب فريق الهلال سلمان الفرج. نشوف الفيديو ونرجع نعلق. انا قاعد اقول انا هذه بس مداعبه اللي قاعد يصير ظلم على النصر. بس ما دخل هلال. لا ابغى هذا الموضوع. إيه دخل هلال لا المحاضره حبيب تفضل. قبل ما تتفضل دكتور، يعني اشهر مقوله لك في موضوع الكوره وما الكوره الموسم هذا ان الدوري 70% للهلال و30% للنصر. ما زلت بس شوف لازم نبين، انا بالنسبه لي اتحادي من الاخر، لكن مع الفرق الاخرى انا متذوق واقف على مسافه بعيده، ويشهد الله ان قبل سنتين او ثلاثه كنت محترف اشجع النصر وما زلت احب النصر. لكن الحقيقه مسار النصر حسب ما اقعد مع اصدقائي ولا اتكلم بتجرد والله، انه ارتفع عندهم حس المؤامره وحس الظلم عالي عالي عالي. انا اثق بالرئيس النبيل سعود السويلم واتمنى انه هو يهدي الامور اكثر، يعني احتجاج على الفار واحتجاج على ارضيه الملاعب واحتجاج كذا وتخوين لجنه الانضباط ولجنه الحكام وبعدين النصر انا اتمنى يمتلك عناصر والله لو احسن استغلالها ياخذ بطوله اسيا بالراح. عندهم فريق جبار لكن منشغلين في الحوارات وايضا مشغولين بمنافسهم الهلال. انا اتمنى انه لما يلعب مثلا مباراه يركز على الفوز ما يركز على انه نتيجه الهلال ماذا تحصل له. يعني الاتحاد العام جمد ولاعبين ما فيه ولا في فلوس ولا شيء، ولا قلنا انا محسوس ولا قلنا انا مظلومين، قلت لك النقطتين كانت كثير على الاتحاد. كل اللي يتمناه والاحباب النصر نبغى النصر يعود الى البطولات والمنصات، ونقلل الكلام ونكثر الفعل، بل ان حتى المغرد الشهير والمبدع استاذنا فهد عافت اليوم كتب تغريده يعني قال يجب على النصر في كل مباراه يسجل 4 اهداف، الهدف الاول عشان تقليه الفار، والهدف الثاني عشان بلنتي قد يحسب للفريق الخصم، والهدف الثالث عشان يفوز، والهدف الرابع احتياط عن كذا وكذا. احساس بالمؤامره عالي عالي عالي، اصبحوا انه كانه يعني نفس نظره العرب. تشوف انه هذا صرفهم عن الاهتمام بالنادي مثلا ولا ايش؟ يعني وجهه نظري ان الله اعطاه قوه تركيز 100%. كل ما تاخذ منها الاهتمامات اخرى هي على حساب قوه التركيز. في الغرب يقول لك تبي تحقق شيء ركز عليه، المفروض النصر يركز على انه ياخذ البطوله وبس، كيف اي طريق يودي للبطوله، لكنهم الان مشغولين في تقنيات هنا. انا اقولها والله من محبه لان اطرب للاعبي النصر السنه دي، النصر فريق عناصريا اقولها بكل سهوله اقوى من الهلال واقوى من الاتحاد عناصريا، بس تعرف لما تنشغل انت في قضايا خلافيه اي تضيع، وهذه ترى كان الاهلي مشغول فيها قبل كم سنه. قللوا من الكلام واكثروا من العمل. نعم لا اركز، ركز انت الحين تريد بطوله، اترك الهلال لا يعنيك الهلال، زي ما حصل المقطع ذا قال الفرج الله يذكره، قال الهلال ليس له علاقه بالظلم. انت الان هزمت مع مثلا التعاون، ما ذنب الهلال؟ طريق مفتوح امامك فوز. طيب بعدين على فكره كويس ان عندكم فواصل كثيره عشان الناس تروح تشوف المباراه، لانه ما يشوفون ما يتركون العرفج يروحون المباراه. طيب النصر متقدم الان 1-0 يعني الله بس على البركه الحمد لله. شوف النتيجه جت بعد 5 دقائق. طيب حكايه ابو سفيان وش تحكي لنا اليوم؟